فارس سيد الغصناوي من دمياط، مدرس جغرافيا. عن البلد، هذه البلد يقدر الجيش بتاعنا يتحرك من نص الدولة، يوصل لأطراف الدولة، إذا حصل أي خطر يهدد هذه الدولة، إذا حصل مخاطر بتهدد هذا الوطن، يقدر الجيش يتحرك من كل من مكانه. قبل التعليم في دور معنوي هو التحفيز وحب الوطن. دي رسالة مهمة جدا، بيقع على عاتقنا دور كبير جدا ان انا واعي الطالب اللي قدامي اربط له منهجه الجغرافيا السياسية بالمخاطر اللي بتحاك ضد الوطن العربي وخاصة ضد مصر. مصر هي الحضارة الانسانية. الطالب صغير جدا والطالب بيوجهه الفيسبوك وبيوجهه التويتر مسيطرة على عقله، فمن هنا كنا لازم نقوم بدور التوعية. أدركت القيادة السياسية إن إسرائيل دولة طولية. يعني إيه طولية؟ الأحداث إحنا بنقول دمياط في 2011 في الاحتقان وكانت ثورة، إن دمياط ما خرجتش لآخر محافظة. المرة دي دمياط خرجت، مش عاوزين ننكر الواقع ونحط راسنا في الرمل. في ناس من دمياط شرفاء خرجوا ضد الغلاء، في غلاء في الأسعار، مش في كلام، في الكهرباء غلاء، البنزين غلاء، وده ناتج للأحداث العالمية. مش عندنا بس، العالم كله كده، ولكن الضغط بدأ يزيد. فاحنا بننشد القيادة السياسية ان باذن الله ان شاء الله يعني نقعد مع الناس نعرف مشاكلها. بننشد دمياط محافظة صناعية، دمياط محافظة صناعية، يا بن مصر. بننشد القيادة السياسية ان هي تبعت لنا ناس مسؤولين نتكلم معاهم، نعرف الاحتقان اللي موجود ده موجود من ايه. ما الناس دول ولادنا واخواتنا ووطنيين. اي نعم فهم عناصر مدسوسة، لكن مش كل دي عناصر مخربة. في ناس وطنية نقعد نفهمهم إيه، انت خرجت ليه، ايه طلباتك، طلباته مشروعة، بنبحث في الطلبات المشروعة ويلاقي حل ان شاء الله الطلبات المشروعة نحققها. طبعا التنمية لا ضحايا، ضحايا التنمية هم الجهلاء. الوطن مش بتاع سين وصاد، ده وطننا كلنا، واحنا فوق 100 مليون كلنا بنعشق تراب هذا الوطن. مش عاوزين نقعد نجلد في ذاتنا. الارهابيين دول عايشين في وسطنا ما نعرفهمش، فاحنا بنحارب عدو مجهول ملوش هويه، مجهول ملوش هويه. سيبك ان احنا بنحارب عدو مجهول ملوش هويه، بنحارب ارهاب خارجي، بنحارب تركيا، بنحارب اسرائيل، بنحارب قطر، بنحارب ما يعاونهم وما يساعدهم المخابرات المصريه. الارهاب لا دين له ولا وطن، عدو غير محدد. الارهاب عدو غير محدد. النهارده الجيش بتاعنا جيش مصنف من اقوى 10 جيوش في العالم. مصر هتقف على رجلها ان شاء الله بعون ربنا ومنصوره باذن الله، كما ذكر اسمها في القران، ربنا هيحميها ان شاء الله لانها المحروسه باذن الله ان شاء الله. احنا اقدم برلمان في العالم، احنا اقدم دستور في العالم، احنا اقدم حضاره في العالم. لابد لولي الامر، لابد للطالب، لابد لكل معلم، لابد لكل قيادة سياسية في العالم أن توعي هؤلاء الأبناء عشان ما ينجرفوش وراء مواقع أخرى سيئة بتضرهم. اللي عنده 18 سنة النهاردة لا يستطيع إدراك الصح من الخطأ، ده دورنا.